مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل الانطلاقات والتحديات على ارضيه هذا الميدان. شكرا لسالم بالركاض العليلي من تواصل مع حضراتكم بانطلاقه الاشواط الرئيسيه الاولى. ينطلق ثالث الاشواط شوطنا الاول لفئه الجعدان المحليات الاصايل. مسافتنا هي الخمسة كيلو مترات، تحمل المنافسة وتحمل تحديات هذه الأسماء في هذا الشوط المخصص لأصحاب السمو والشيوخ ومن له الرغبة من أبناء القبائل. الشوط يحمل أسماء قوية وشعارات قوية حضرت في هذا الشوط. أبدأ مع شاهين المملوك لهجنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد، لكن المركز الثاني من الجانب الأيمن. هناك الوصول والدخول من قبل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي في المتابعة والتضمير. المركز الثالث الوصول مع مخلص لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي بالمتابعة والتضمير. المركز الرابع يأتينا في هذه اللحظات، شاهين لمحمد بن عتيج بن علي بن خفية الاكتبي يقدم انطلاقة شاهين وتحدياته الممتازة ومبعد يصل على المركز الخامس. هنا مبعد لمحمد بن راشد بضبيعة الاكتبي يقدم مبعد على المركز الخامس. المركز السادس الوصول والقدوم من قبل سنجار القادم بكل قوة، القادم بكل التحدي وبالإثارة بهذا الانطلاق المميز وبهذا التحدي الرائع والجميل. أيضا القادم هنا بصيحان سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة قادم في هذه اللحظات، وأيضا الهاجس محمد بن صويح بن علوبه العامري قادم في هذه اللحظات، وبن صويح يقدم انطلاقة الهاجس وتحدياته الممتازة. ولماذا عناد قاش ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشام سيتقدم في هذه اللحظات. ولكن مشاهدينا متابعينا الافاضل، عوده الى الصداره، عوده الى المركز الاول، الى التحديات والى الانطلاقات الممتازه الرائعه التي تحمل المنافسه مع شاهين لهجنة الشبا بمتابعه سالم بن سعيد من يقدمه على المركز الأول ويتقدم مع هذا الاسم الممتاز والاسم المميز. المركز الثاني يأتينا في هذه اللحظات ويتقدم مخلص لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن راشد بن خفية. ولكن وين قادم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتابعه ويرافقه بالتضمير على المركز الثالث، وبدا يغير في هذه الانطلاقات الممتازة التي تحمل المنافسة. المركز الرابع دقاش ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، وخامس المراكز هناك شاهين محمد بن عتيج بن علي بن خفية الاكتبي. مشاهدينا متابعينا الكرام، نداونا الثاني للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط التي تحمل المنافسة، تحمل التحدي، تحمل عنوان المنافسة. وهناك خلف الخمسة أسماء لم يحين موعد دخول هايلة، هناك عالم الإذاعة وهناك البداية. لكن شاهين وهجنة الشبا تتقدم بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق الجميل مع البداية الأولى، مع الانطلاق المميز، مع التحدي المميز. شاهين لهجنة الشبا بمتابعة سالم بن سعيد، لكن القادم هو ميسور.
بكل قوة عبد الله بن مطهر بن محمد بن رفيعة الفلاسي يتقدم مع تقدمات ميسور وتحديات ميسور على المركز الثاني هنا أو ميسور نعم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي في المتابعة والتضمير. ولكن شوفوا الغاتب هناك من الجانب الأيمن مخلص 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 لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن راشد بن خفية الكتبي بن خفية غاتم مع انطلاقة مخلص المركز الرابع. المركز الرابع شوفوا القدوم مع دقاش الغاتم لناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي ورابع أو خامس المراكز الغاتم بكل قوة هو ميسور عبد الله بن مطهر بن محمد بن رفيع الفلاسي. ولكن عودتنا إلى شاهين عودتنا إلى شاهين إلى انطلاقة شاهين وإلى تحدياته الممتازة والرائعة والجميلة التي تحمل التحدي تحمل المنافسة تحمل الإثارة. شاهين ينطلق مع البداية الأولى مع هنا الانطلاق الممتاز مع التحدي المميز الذي يحمل المنافسة مع البداية الأولى مع التحدي المميز مع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول والصدارة الأولى لهجنة الشفا بمتابعة سالم بن سعيد مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى ومع المركز الأول والكيل الأخير الكيل الخطير الذي يحمل المنافسة والأمتار النهائية التي تفصلنا على خط النهاية. ولكن شوفوا المركز الثاني شوفوا المركز الثاني الله الله غادم غادم ميسور عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيع الفلاسي مع المركز الثاني مع انطلاقة ميسور. ولكن شاهين شاهين مع المركز الأول منطلقا مع البداية منطلقا مع المركز الأول ومع صدارة الانطلاق ومع التحدي والإثارة مع المركز الأول. شاهين 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 ما زال مسيطر من البداية حتى هذه اللحظات وهو في تمام المركز الأول ما شاء الله انطلق انطلق مع البداية انطلق إلى الفوز إلى الانتصار إلى مؤسسة هجنة الشفا وإلى المضمر سالم بن سعيد. إذن هذا هو شاهين يأتي بعطاء الممتاز يأتي بالعطاء يأتي بالعروض يأتي بالمركز الأول يأتي بهذا هنا الأداء المميز. سلام 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 يا هجنة الشفا وسلام يا سالم يا بن سعيد من يرافق شاهين. هنا شاهين يعلن الفوز يعلن الانتصار مهديا محبين ومتابعين هذا الشعار هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هنا على انتزاع شاهين المركز الأول. المركز الثاني يأتينا لمطر بن رفيعة ويأتينا شعار بن رفيعة نعم مع عبد الله بن مطر بن رفيعة المركز الثالث لبن خفية والمركز الرابع للشامسي الذي أتى مع دقاش ناصر مصبح بن علي بن حسين الشامسي. وخامس المراكز يأتي هو مصيحان لسيب بن مطر بن محمد بضبيع على كتبي التوقيت 8 دقائق وفاءً وتماماً.